طيب برضو عايزين نقول لحضراتكم ان مارسيل كولر قال ان مواجهه الرجاء المغربي كانت صعبه للغايه، نظرا لانه بطبيعه الحال هو صاحب الارض وكان مستعد جدا لهذه المباراه بشكل اكثر من ممتاز، وكانت عنده رغبه قويه جدا في تحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي. اضاف ويمكن قد يكون قال الجملتين دي عشان يطمنك انت شخصيا، قال لك نحن نستعد بقوه حاليا لمباراه السوبر المرتقبه. أيوة. عموما تعالوا نشوف كده جانب من تصريحات مارسيل كولر ونرجع نكمل الكلام، اتفضل. أعتقد إن إحنا الشوط الأولاني ما لعبناش زي ما إحنا كنا عايزين، وده ليه علاقة برضو بالمنافس، إحنا ما بنلعبش لوحدنا، هما كانوا عندهم شراسة كبيرة جدا مع الجمهور، مع دعم الجمهور بتاعهم، فكانوا بيضغطوا في موجات، وإحنا كان لازم إن إحنا ننقل الكرة أفضل من كده، وكنا بنخسر الكرة بسرعة جدا، وده كل ما بنخسر الكوره ده بيخليهم يعملوا ضغط علينا اكتر. وبعد كده كانت ضربه الجزاء اللي هم ضيعوها، بعض الكور كانت خطره برضو من الضربات الثابته، لكن من اللعب نفسه هم ما ضيعوش اي فرص، هم ما خلقوش فرص علينا خالص تقريبا طول المباراه. لكن احنا طبعا المفروض نبقى احسن من كده ونقدر نبقى احسن من كده. وكويس ليا ان انا اخدت خبرات، ان انا اخد خبرات في اجواء زي دي، وازاي لعيبتي بتلعب في الاجواء اللي زي دي عشان اقدر احضرها في الماتشات المشابهه بعد كده.